كلتيناكسن داير المركز تو توكتان كسوب هذا مركز أي برنامج كبندقة وأنا حلو أن توصل كجسوب بنو استوديوها أنا كرس مرحون فرماتشو أو مجاعبي رئيس الوزراء أسب يلي رئيس الوزراء أنا اللي قم مجاعبه حسن علي خيري حسن علي خيري ومن عالكيا ففهمنا يعني إن كجاينا يدور كأس أس أس سياسة كقارن كرو مجاعبيست حسن علي خيري كذب ما من قبل جدا أيام بالله إني أتهم يديان مان البلد كي ورئي صبرة وربحين صحافة الله قتلا قلوية بنتلان وحين الشيئين إنه أقل محلكة شعبك سوماليين ايتهي إنه كقرب قلان شغال الله حل ساري يبقى بان كودان اي آب السودوين ايان وايتاغير ايان هذا با ارماهاس ايان قيبها هراء برنامج كوفا قيب دونا قيبها دن بقى برنامج كان وحن يكوهينا ارماحي سالة وحي شالة كبعي هولكي اللي يقبنا على مسار كمدحوين فرماتشو رزل وزارة ايتوبيا محاكيني انو اسكبحو او او دياردي سيقاتو يدو آن السبين شغدي او او يميد مقالة مقدشو وهيد على مسار كمدحوينها صوماليا او آن بجيسان قدبدي مدحوينها هدبا ارما حساسية او وحي كرد عي هولك الشغل اي مو كقادة بيقينو ايانو قيبها دنبئينا آن برنامش ككسو قدبو دولنا برنامجك هو مرتي هو وقالت قليا محمد عالم أوتوغا مقالدة هلسينكي ودك فيلان وقويها صوماليات ودولة فيلان كالاتريا علمها صومالية صومالية أبو ناسي أمباسدور عالم داوريا ومركلة إيو برنامجك بندقة تاهي داو غيال برنامج كو حين كوب الله بينا مقعادستا رئيس الوسارها عصب دولة دا فدرال كصوماليا يدا يلسوب ايو مقعادستا سي ان بارما كصوماليا اي انسحيان هدبا داو غيال برنامج كو حين كوب على بغينا قيب تنقوه الرئيسة رئيس الوسارها اقوم تيسا ايو سيدا او حلقا او قدن كرو وهو رأيي تينا برنامج كل بلد قلمي حنديسو بالبنية مدحوناها دولة فدرال كصوماليا مدانا محمد عبد الله الفرماتشو وكل واقع يوحا وكحو شيء رئيس الوزارها مقصد حسن علي خيره يسيد وشعب كل بعض سنة يؤن لغشق رئيس الوزارها أنا وكل دورتي واجباتك ويسينا دستورك إن صومك عابه رئيس وزاري markii aan arkay dalka uu baahan yahay si degdeg ah inaan ugu helno xukuumad kadib markii muddo dheer ee doorashooyin lagu jiray waxa ay cadaatay inaan magacaabo xasan cali khayre inuu dalka ka noqdo rais wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shakhsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan anigoo arkay in aan wada shaqayn karno bacdama dalkan muddadii 12 sano la soo dhaafay dowladdii timaadaba ay isbeddelkeedu badnaa waxaan go'aan ku qaatay inaan magacaabo anigoo og inaan wada shaqayn doono insha allah haduu ilaahay yiraahdo uuna yahay shaqsi nadiif ah fakarkayga iyo vision kee ku shaqeyn doona oo core value ama principle kan ku shaqeyn doona ama aasaas kan ku shaqeyn doono ay koob ka tahay amaanada dadka in loo ilaaliyo tan labaad cadaalad inaan ku shaqeyno tan saddexaadna in aan dadka masaakiinta ama fuqrada aan u naxariisano oo aan caawino arrinta cadaaladda waa sidaan ku imid in
شعب كصوماليات أو حلوان هذا شرف تله وكيل وكيله كيهين سعليه يقعدين أنا جرى وحائي مغضة أو أنا استوسي كورفاليون إياه إن أنكم رعابه شخصي في عن شخصي أوران كره ويقول شقين كرا مبادئ إذا وحنا وشقين كرنا شعب كصوماليات إن شاء الله وحن رجينا إنه هو شو سلاح أفوه ويوه وحن قعد سنة يا قدوميها بارلمانك إيوه دلاها شعبك وحن قعد سنة يا إن أي أنصحيان سيدة وغدق سياح بدل هدو إلهي راهدو سي أقوته واجبات كيسة أنا وحن هستان مدو صدا عشاه إن المقعابو ما أنت وما أنت اللي حيطبنات مدونا يدالك إنو وقت يتنبكا خسأره أما كلمه السنة وحن كبيرنا يمرك الله أنصحيه إنو سنكبغا مدشاني طبعا عشاه إنو كسو بيسو حكومة وناكسن أو هفن أو هنتي شعب كصوماليات أو شقين دونتا مبادئة أن أمسن هاي دتك أو مقعابا إنو نقضان دد وناكسن أو شعب كصوماليات سي وناكسن أو شقية إلهي وحن كبر يايا إنو هوشان موفوذ أيوه هوشان هول سهل الماها سي دبدغان دولنا ان اقلنا حولها ومدى انو امتي شعب كصوماليين وحن ويدسان اياه اني تاغيران تاغير بحسيان بعدما ايهاي شخصي الى شقين كره ان امسان احينا بل شقين تاس يكرسوني جايس انكو قبو ان بل كان ان شاء الله دولا هيراهدو ان دبكو وبحين كرنا وطايدة إذيال كاسيحو أهام الأحوينها دولدة فدرال كاسوماليا مدنة محمد عبدالله فرماجو وصيدي دين موقتي كود واقعي رئيس الوسياريه سعصب دولدة رئيس الوسارة كان نغون دونا إساو كاعد سبي بارلمان كا لغدي ساقل يشعب كلا إن للاشقية بارلمان كرعيان سحيان سيدي او بغسيها بغنسي دولد هوشة باللوضاء وغسوا بسو هذا الرئيس الوزراء يا سنا مناسبة داسي جوب جو كها هذا لقوان أيون هلك كشعبين مدن حسن علي خيره وحكم داعري يديس. تيجو مجاعو ذي حلك رئيس الوزراء جمهور مدن مدحينا محمد عبد الله محمد فرماجو مركوهرا وحنكعيم هذا علينا يا سيدا شرفت له وديجو مجاعو ذي حلك رئيس الوزراء جمهورية الصومالية وانقاع قبلي وحنا هذا فرح سنة هاي إن أن أنا قدرت كي يدل كي واجب كي صارن شقين دونا إن كل شقين دونا سي هفن أو حبسملة وأوجه هاي إنه ياي حل هذا أذك وأوجه هاي وضن كونه جوجو مال أذك دت كسو معرض نيومي هندولد وحان إسكودة يا يا سيد أبو دخسها بدن مركة جلها شعبك برلمان كسو معرض وأنصحي يسول جديستا مذهبينها هنا أن سيد أبو دخسها بدن كسو مجاعب الدولد كترجمة شعب كسو معرض إيه هدفي هذا مدحوينه وبالبلاري أنا قولت تشم دونا قدونك بارلمان كي مدحوينها مدحوينها أنا قولت مهد علينا أي مقعابستو مقعابي وحن قعد سنة شعب كصومالي دوران مالو البيجوغان إينا ينقو سيان قعان سيان واجب كانو قدن لحين أنا قولت سكودي دونا إينا سيدا عدالد وحبون تاي واجب كاكو قدن وحكاً رضاين عن شعبك الصومالي وشيغو إن سيدو مدحينو الشاغي حلكو ونوية هاي أمان أمانة داسنا أنسوق الدورنا إلهي نو عنك رجينينا إنو نو قرب قلو وحنسكو دي دورنا سيدو دخصها بدن كدب أنسحيتا قلها شعبك إن أنصور اسنو الدولت كترجم إسا شعبك ودن الشعب الصومالي دو حنلا قيب صندوقنا خبرة جديدة وحنا كسو شغية ما يلا بدن وايك كم دين هي هذا كله دو وطاي كسيح وها هسه وسارها الصب دولة فدرال الصومالية ها
حسن علي خيري او مغعاوي مدحويني محمد عبد الله فرماجو وهدابا ورق دوردي مسوداري وحي الشيبيان وفتي وقامين يوم مدحويني محمد عبد الله فرماجو اي غارين يندن كاب قرطو يدا سعودي عربية هدابا يناوى نوكاهم يدونا وشيدة سعودية الكامل حوينا هالكاس يو صوبت و سفر كي سوقوه الرويي سعودي وقدقي ارما شوردن وين فرانقين دونا عالم برامج كي يلقى بقلا يا ايا توسو قوشرا مغالا بهالسينكي ما مغلا سا عالم مغلا يا وري غدارة اذيك يو دمستياشا دي يو داولياشا مالو راكسن مالو وراكسن عالم وحي ورمتا بيوحا الله ما يعابي برام منستر ملحوينها هذا الكيس يوحا كوشري لحية تمنى الموضة يان ما يعابنا هاي وحان نصور بسي برام منستر بارغبانك وحان كعطسنا يا إن أي أنسيحيان شعب كنا إلا شقيان برام منستر كان هديك السوني بارغبانك وحلو بلاشن يتمنى الموضة أيان فيلا يا سنة إذا كسو ما يعابي دونا قولي يسوي سيرلا يلو أرنتانا أو أخبري برام منستر ka cusub waa hadii uu helo kalsoonida baarlamaanka markii hore intay aanu galin qaabkan iyo waxan maxaad ka taqaan xasan cali khayre wa salaamta xasan cali khayre aanu waxba ka baaqan malala kulmin dunida maanta la joogo badana qofka marka xil loo magacaabo waxa laga fiirsaa social media waxaan updating ka Google ayaa ku sameeyay waa nin dhalinyaro ah xilliyadii 80-kii waddanka Norway yimid shahaadada heerka koowaad ku qaatay Norway kadib ka noqday Norway activiste oo rabo Soomaaliyeed shaqadii ugu horreysay ka bilaabay hay'adda qaxootiga ee Norwich Refugee Council in badanna ka shaqeynayay hay'adaha qaxootiga ee wuxuu ahaa agaasimihii Horn Africa ee hay'adda qaxootiga ee Norway marka waa nin in badan waqti badan ku soo lumiyey cunta qaybinta iyo meelaha qaxootiyada iyo dasastarka marka si waa nin si fiican u yaqaana wadamada Kenya Ethiopia iyo Soomaaliya waa tahay laakiin taariikhdiisa waxaa ku jirta inuu qayb ka yahay shirkadda Sun Oil la yiraahdo ee Ingiriiska xarunteedu tahay marka marka shirkadaas waxay noqon doontaa baa leeyahay waxa uu ahay muddadii dambe ragga aadka uga shaqeeya arrintan maxaad kala socotaa waxa weeye isaga intuu taariikhda ku jiray ninkan dhalinyarada ah inkastoo dhalinyarada ahayd uu 48 jir uu yahay Somali Oil and Gas waxa uu ku sheerka la sameeyey wuxuu ku darsaday lacag 2013-kii markii mataqaanaa uu kasoo tagay hay-adda Norwichka ahayd marka 2 milyan buu ku darsaday 2013-kii haddana waa 2014-kii 4 sano ayuu shirkadan ku jiraa wuxuu ahaa qaybsanaha geeska Africa wuxuuna mataqaan la shaqeynayay wasaaraddii batroolka ee Soomaaliya waxaad la socotaa ilaa inay mar mataqaanaa hay-addii military group ee kusoo eedeeyeen in lacagiisa la baaro maadaama uu kaalmeeyo al-shabaab marka waa nin dhalinyaro mustaqbal leh waana soo dhaweynaya marka qaabka hadda uu farmaajo ugu doortay waa qaab fiican baan aaminsan anu waa tahay 2014-kii hay-adda monitoring groupka waxay tiri al-shabaabka ayuu kaalmeeyaa oo la shaqeeyaa laakiin markii dambe isla hay-addii waa ay ka noqotay waxay leeyahay cadaad iska yimid hay-adaha uu la shaqeeyo oo caddeeyey in ninkan uusan shabaab wax xiriir la lahayn markaana ay cudurdaar ka bixiyeen arrintaa ma jirtaa arrinta soo jirtaa waa xasan cali khayre waa nin Norwich citizenship ah waxay soo weydiisteen in la baaro bangiyada Norway iyo lacagaha bangiyada ka baxay wixii waa la waayey Norway waxa aad bay keentay arrintaasna Norway waxay ka mid tahay dowladaha adduunka lacagta ugu badan ku bixiya waxyaalaha loo yaqaano caawinta meelaha ay ka dhacaan masiibooyinka marka arrinta way jirtaa liiskin waa laga saaray arrintiina waxay ka keeneen inay yiraahdaan raalli ahow masar xasan cali
واتهي حسن وحادتك يا قانا اي شيريان انو يهي قف ادو وناكسن او دقن دتك سيدو لما عاملو هنتي اد باي دتك او امانين انا حتى يوحن كمنا اي دتك اي ادك اسكو قرانا يان حسن او صاحبان اهين لابد يكون ايو لحدي ايان كبرتي حمر سيدو مركا يمد مركا هدو يحليها لكن حل كلا وين كان كهر أيو إسوسو تاعي أو إسكو شرحي هسا عتيد دولة لها درس كاركور أي كهر يمد حل كا أو أها إجت تام الله سعطا حس على خير وين إسكو والله سعطا هي أنت وكتر سلام جري نورويج ريفيوز كونسل واحد ما الجلوب بس ما يسي إجت وواحد تريد دفع قبعتي بقى وإلا عدت كاش على وصية أو لقدها يا عنطلة وحول الدولي وحول يسكده إن وريق الصومالية ما دائما محبوب أدو شغالة كاتر وإن من كلابات سيغرات الجنرال كييقد والنقضة أردت الدولة ييقد بها ديدي قاعد قدود ديدي المقرار أيو وحول يسكده إيه يسوي الدولة الصومالية أود كهيستا مالك عدد ما أنت عن دكتر الدقيستياشا هي عدوه ورياء عن الله يسكوه سمايو حسن علي خيره يبرسن تجو فرماجو شغال لك بسويسة والله سعطا فرماجو وحوش بلاشري بيلاها الدل المقدشة قارا هم بيلاها حبيب اللي أبقال والله سعطا صومالي هو 4.5 والله سعطا حالد هذا الجرتاء اه ان تليها الشباب على دير وانين مرسلاء تليها ان بسجد وانين مرسلاء قافو علي حاصل علي خير وانين مرسلاء بركا هاو بربا هو طالبيش هويه من كان اللي يرادها كما ده بنان خلافية دي وضنكا وحيا هاي مركو مقعابة يي انو سفي عنو لا تشتمع من دولة دي ده انو سفي عنو لا تشتمع وغير برشة ده انو سفي عنو لا تشتمع مامو الله ده متقع نقبائل حق أولى قولم كفار بوينت فايف هدا مقعابة فرماجة رسكي موقات رسك رسي إلى هاي لو أكو قولين كرا أردو لكو أتكان كرتا حتى بيلاها حمر السبيلي بيلاها حمر مغالا مقدشو إخدك عقارا وقول يكو فوق الدقاء حتى يقوان صدام إلي كل مادان مدحوينا يقو منت القبائل فكر القبائل وطا وطا هي حصل على خير روح مكيب البيال مرسلاء وحمر بناء الكدقاء أنك أنا متقع دقارا حمر اسكاله أنك وضعك وطالنا هدي فكر كاسي اي بريها بغطي لها حمل كولين اي دورد كلوري يمادان من غير فرماجة على غربة اوبشن كلمات اللي يمادو بارلمان كفور بوينت فاك وي من تالت القبائل كي وطان بركا اروح اي موغضاء ان اللي قد دقي مقا عابست برا من استركن واحد اروح اي موغضاء انو فرماجة السياسة كوين وانتا كلي اياه واستراتيجية وطاي ما يسلاه هاي كالسوني ده بارلمان كا سفري ده يكوه لدونا خيري بارلمان كو وحي درينسيهين ان هل سنة عالي الدولود الشقين ان انا هل سنة بارلمان كو الشقين بارلمان كا الشقين بلان باهو طالع وحن عالي سنة بارلمان كو إلي لسا خد دونان فرناجو برامي لساك سيدا ساقوها سيحين دونان وطاي ما يحيانا فرناجو هذا الذي وكما عابست مركي وكان لي وحكم لها إن رميسين هاي حسن إن الآدي سوفه من دونان حسن هذا الذي سوى حكو شري وحنكو شقين دونا وحاو ملحوينه آمسين هاي أو أه سياسنها ملحوينها كوة جهان أرمها دلك مثل هذا هاي رجا كان حوالا آدوا إستغسوا دوان كران برا منستر إي ملحويني مروال بايس قبتا أيان أركي تيرني iskaad oo la hubaa inay wada shaqeyn karaan xasan cali xeyre iyo madaxweyne
محمد عبد الله فرماجو سفي عم بيقول شغلين كران الدباتات تعالوا حوية حضي بيلا هوية سود ويان برايم مينستر كان هوية أو أه من دلوا قوم له أو إسكت عفان ملحدين جاء على عاصمة إسكالة يا على عاصمة هوتيل إسكالة يا على منطقة على عاصمة ملك الألور على حضي فكر كي فتقدر الكلية مادان فرماجو تعالوا أبشر قوية لأنه عاصمة المجال كرر أو ملك اللطو ee haday arintu noqoto arin Soomaaliyeed xasan cali khayr waa nin xuquuq u leh xaq u leh inuu barnaamijka Soomaaliya ka noqdo shaqo qabto waa la socotaa Shariif Sheekh Axmed ma ku farmaajay keenayay daawad kale uu tashan qofna kale uu tashan isaga keensaday xasan Sheekh Maxamuud isaga Bashardoon keensaday isaga Cabdulle keensaday markasta waan ku naqaanay madaxda Soomaaliya ee loo keenay barnaamijka cusub oo dadku aanay aqoon marka qabaa'iladi ka horreeyay loo ogolaaday barnaamijkaada marka waxaan u jeedaa goosha weera إلى أوقاته وإحترامته أود ملحويلها هي ربيتان الشعب مركب برلمان كما لقيا إن أي عدسيان برلمان كعضو سيئة بقول دولده حصل ما يشقين دولده الصومالية السنة دمبة الفريدة وانتر كي دستور كي شروع بلا شقة بلا ما هو تعالى هدي هذا مروشن إيا الضوط اعتماد مروشن من غير على مكة هنا يفردكو دول إيا الطيلة إيا بو وعندك حد ما نوصع له جد وليد درس كنوقع سن إثيوبيا علام نوقبتا كيا علام نوقبتا وعندك وجود دامة قلنا إمارات كيا قد الصومال يدنا حسود دقي بعد ما الصومال هو على روائله يفهمان سياسة ملحويلها منك وحوك السري وبني قبدي وجود ولا شقين كرا وإن هو أقول هذا شغل الآن إن ملحويلها تشارلز مسيو ودقيستو ولكن هناك افضل من اجل ان يكون 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 هناك افضل من iyada imaraad ku toosay u soo wajiyayeen madaxweynaha maadaama ay taageerayeen doorashada rag kale oo imaraadku ay wateen oo doorashadii looga adkaaday marka arinta way socotaa arimo kale way daba marayaan safarkan markaad eegto maadaama tahay muxallil siyaasi ama dadka siyaasadda arimaha Soomaalida waliba aad wax uga qora muxuu yahay safarkan waxa weeye dawladda Saudi waxay u ballan qaaday in abaaraha Soomaaliya لعب إلى سود المليون إلى أفرت المليون إلى الدولة الصين دولة إمرجنسية تليفون ببعض وصل عني من العين عدس ويديستي دولة السعودية واحد درع كمالها صليك تبوتي باسيسي إمارات وصليك إلى تبعي كلهين سعودي هو حد سفر السعودية وسفر دولة الصومالية ويديستي سعودية إن لعب إمرجنسية الدولة للسوقة وحنا نوبل غالبان مغلي إلا أفرت المليون أو دولار أو كاش يعني مركا مدحوينه وصوح مريسر يا لعبتي اللي قلنا تاجر لها بيقيمنت راشنكا يو هدي لعبتا سيكوبا هذا الدين سيدا خير بغبتا مركا مدحوينه هذا السفر كيس هو السفر دي دولة السعود ودتك أمارها يكاد عن ما أماروك الصعودة إني لسو قال العكاش يا وعنت الله وقضو ومتقى البيل الله وقضو وطلبي في قلبيتك هيد ونوع مسين وانو سعودة هي هذه في قلبيتك وحليه عشرابا نأخذوه ويسا qofkii aan soo dirnay waa la afduubaya marka waxaan moodaa in turkiga uu xoga aamusay ama garay turkiga uu aamusay abaartu meel ku beemaysa waa maadsanta caalim waa ku soo noqon doonaa daawadayaal waxaa noo soo socda arrimo aad xasaasi ah oo muhiim ah oo ka dhacay shalay calee masaarkii madaxweyne Farmaajo sababta keentay prime ministerka ama ra'iisul wasaaraha Ethiopia inuu meesha ka baxo iyadoo uusan dhageysan wixii uu u yimid oo ahaa madaxweynihii la caleema saaray hadalkiisii inuu dhageysto halka madaxdii kaleba ay fadhiyeen iyagoon qofna bixin haddaba arrimahaas iyo siyaasada kale oo meesha wixii ka dhacay iyo sida ay wax u dhaceen ayaan si gooni ah u faahfaahin doonaa balse waxaynu ku yara hakanaynaa qadar xayisiisa oo isku soo laabanaynaa bishaaro ku soo dhawaada shirkadda ITS Pro kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London
كمبنيغان وحا او شقايا افر الى باتن ساع تدبادة مالمود وحيابها او قبت وحا كميدا انو كوها جاچيو كمبيوتر كاما اللابتوب كماركا يعلا دي كوتي مادو وعسيو كلي او كو سمينا يا ويبسايد هدي ادوب اهان تهي ان اد ويبسايد يالتو وحيابها كلي او سمينا يا وحا كميدا لوغو ديساينكا سيو كلي وحيابها او ادين سمينا يا وحا كميدا ميلكستو اد شوكتو مغالدا لندن هدي كمبيوتر كاغو إلا دا كوتي مادو وحي أودو ليهين إني كاسو قادان أو أي كوسو عليان أذيغو شقادا دا وطا أما حفيز كاغا فرليا انتبا هدبا لحرير مستر جافيت يو عبدالله سي أي كوغوفا فاهيان شقادا أي قبانيان كمبانيغا ITS Pro لماان دادka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkeysa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadna waxa waa codsho shadiiba badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeratay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafada 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkeysa horta waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed u sheegay aan u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine qaasatan uur ku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kasto aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah هدبا دكتور علي معو أويس إيا تيم كيسا وحا أي حرونتن أغو تلقلين دادك حرونسان إيا كل دقن قود أهان جيسك أفريكا غارهان دالك كينيا إيا سومالي دا إن هالكا لغو دوين إيا وحا أو حرير للي يهي اسبتالوا وين أوكويا لا يوروب غارهان ودن كشرمالكا إستغو أسيه لدونا هليست فيزيها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سيئي مغالة دا نيروبي سيو كالي وحا أي تيم كا دكتور معو علي أويس كود ديارينا يان هديا جوكتو قودها دالك Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waa markale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idin kaga furay galbeedka magaalada London xaafada la yiraahdo Wellesden Junction waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan level 3 waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee Fisda Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction hadaba wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Fisda Training Solution. dayayaal waxaanu markan soo gaarnay qaybii ugu dambeeyay barnaamijka dambiga inaga markan ka hadli doona shalayto sida ay socotaan waxa ka dhacay magaalada Muqdisho munaasabad weyn oo lagu calaamadeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ka soo qayb galay madax kala duwan munaasabadu sida ay u dhacday iyo qaabkii ay ahayd dabcan dadka intiisa badan ay la socdeen oo telefishinada ay ka daawanayeen oo ay toos uga la socdeen laakiin markii waxa ay dhaceen kadib ayaa waxa soo baxay warar kala duwan
sida ay u dhaqmeen madaxdii meesha timid iyo sida ay wax u dhaceen. Haddaba marka hore intaynaan sheekada u gelin, markii ay madaxda soo gelayeen hoolkii munaasabadda caleemasaarka, jawiga hoolka iyo sida uu isku bedelay aan dib idin xusuusiyo. waxaa daawanayseen qaabkii uu ahaa hoolka munaasabadda. Ugu yaraan 1000 qof in ka badan ayaa hoolka isugu timid, iyadoo caadiyan la sheegay tirada loogu talagalay ilaa 650 qof inuu ahaa. 424 dowladeed wakiillo ka socda ayaa halkaa yimid. Haddaba wararka ugu xiisaha badan waxay ahaayeen madaxweynaha waddanka Kenya, ra-iisul wasaaraha Ethiopia, iyo madaxweynaha Jabuuti ayaa ka mid ahaa madaxdii ka soo qayb gashay kulankaas oo dalalkooda iyagu si toosa u matalayay. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Kenya labaduba waxay sheegeen in loo dedejiyo khudbadaha si ay u baxaan, laakiin jadwalka caadiga waxay ahayd inay sugaan khudbadda madaxweynaha ay u yimaadeen ee la caleemo saarayo. Haddaba Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya yaa uu sugay khudbaddaas, halka ra-iisul wasaaraha Ethiopiana uu iska dhaqaaqay. Haddaba warar kala duwan baa soo baxaya oo qaar ka mid ah jaraa'idka adduunka iyo waxyaabo badan ay qorayaan. Waxaa leeyahay ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu ka carooday qaabka dadkii hoolka joogay ee Soomaalida ay ula dhaqmeen isaga. Markii loo yeeray in yar ayaa la sheegay oo dadka ka mid ah inay u sacbiyeen, halka madaxda kale marka loo yeeray hoolka dhan dadka jooga ay sacbiyeen. Taa ayaa waxaa la leeyahay waxay bedeshay moraalkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia, waxayna ku qasabtay inuu degdeg meesha uga baxo. Haddaba aan marka hore ku hormaro ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo loo yeerayo si markaa uu hadal u jeediyo, haddaba sida loo soo dhaweeyey aan aragno. Travels of the Prime Minister of Ethiopia and the President of Kenya now. I would like to invite or call here the Prime Minister of Ethiopia, His Excellency Haile Mariam Desalegn, who is also the Chair of IGAD. Welcome. Your Excellency Mohamed Abdullahi Farmajo, President of the Federal Republic of Somalia, Excellencies, Heads of State and Government, Honorable Members of the Somali Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. First and foremost,
on behalf of the people and government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, I would like to take this opportunity to express my heartfelt appreciations and congratulations. And because of the what I world aragteen sida raisul wasaaraha Ethiopia loo soo dhaweeyay isaga ayaa ugu horeeyay saddexda mas'uul waxa ku xigay madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta dadka iyagoo fadhiya ayay u sacbiyeen waxayna gaarsiiyeen inuu isagu yiraahdo thank you ama waad mahadsantihiin sacabka iga joojiya isaga dhan farxad buu kala batay halkaaba isna lagu soo dhaweeyay balaararadna sida loo soo dhaweeyay to call on the President of the Republic of Kenya, His Excellency President Uhuru Kenyatta. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Your Excellency and dear brother President Mohamed Abdullahi Farmajo, Your Excellencies, heads of state and government here present, Your Excellency President Hassan Sheikh Mahmoud, outgoing president, The Honorable Mohamed Osman Jawari, Speaker of the House of the People, Your Excellency, former President Sheikh Sharif, The Honorable Abdi Hashi Abdullahi, Speaker of the Upper House, Honorable Members of Parliament and Senate, distinguished ladies and gentlemen, Let me begin by saying that it's a great honor and privilege for me to join you at this historic occasion on the inauguration of His Excellency President Mohamed Abdullahi Farmajo. Your Excellency, I want to thank you most sincerely for extending an invitation for me to join you today and for the warm reception and hospitality accorded to me and my delegation since our arrival in Mogadishu. Your Excellency, I bring you and through you the people of Somalia greetings from their brothers and sisters in Kenya and on my own behalf waata dayriyal waxaan daawanaynaa Uhuru Kenyatta oo dadka iyagoo fadhiya ay si fiican ugu sacbiyeen ilaa uu yiraahdo waad mahadsantihiin sacabka joojiya inta uu fadhiyay raisul wasaaraha Ethiopia wuu arkayay waana leeyahay sida Uhuru Kenyatta ay dadka aadka u soo dhaweeyeen marka kadib waxaa loo yeeri doonaa Ismaaciil Cumar Geeley intii hoolka fadhiday oo dhan way istaagaysaa sacabna way ku dari doonaan ilaa isaguna uu yiraahdo waa mahadsantihiin fariista haddaba aan daawano sida Ismaaciil Cumar Geeley ay u soo dhaweeyeen dadkii ku jiray hoolka u badnaa xubnaha labada aqal ee Soomaalida iyo marti sharaf kale iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya madaxweynaha dowladda aan walaalaha nahay Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geeley مهدسنتين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين
سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مانتا بقول يو لباتن وحكب بدن دولدود ايا اسكوغو يريدي هالكري وحا ايد موجينيسا هالكا اي صوماليا مانتا جوكتو وحا اي توسيسا سيدا لوغو هنوي هاي وحا اي توسيسا دولد شرف يا عزي كل الدنيا يناتي وحا ان كفاي دي سرينا فرصة داني مانتا ان ان سوي سو ايغن ودنكي كفاي دي سنو مجتمع انت اللي سوي يمين ان ان همبل يدي شعبي جبوتي ولا لينا نسيد نو إن أن همبل ينو مدحوينا محمد عبد الله فرماجو يقوشي أسوه يي سيدو كله إن أن همبل ينو أنا ما هادو علينو مدحويني outgoing بيورا انجريز كوي مدحوينا حيل كايمكا وريجيي hawsha uu soo galay iyo sida uu u diyaariyay in ay baarlamaan aqal sare aqal hoose iyo magaranaysay uu dowlad goboleed iyo hawl aad u ballaaran oo ilaahayna la qabtay si wanaagsan oo guulana u dhamaaday waxa aan hambalyo gaar ah aan gaarsiinayaa isagana sheekh shariif oo isaguna وحا هوشي سي ايو حلو ريجستي سي ان كاقيب قلني او سي وناكسن اساقونا او قوتي هوشي سا شيخ وين باجو قال كانو ليدا هدو جواري او اساقونا او دو بحاد او دو بحاد كا هاب صعد كا يد اسمها دولد فدرال كا اي صوماليين اي عصب oo dee dadkii iska diideen inay waa tahay kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle haddaba markii ismaaciil cumar geelle khudbadii uu dhameeyey wax yar kadib ra-iisul ethiopia hore ayuu baxay iyadoo madaxweynaha kenyana uu iska sii joogay madaxweynaha jibuuti uu joogay madaxdii kale oo dhanna ay joogtay iyadoo ujeedada waxay ahayd leeyahay in la sugo hadalka uu jeedin doono madaxweynaha loo yimid ee la caleemo saarayo iyadoo ra-iisul wasaaraha ethiopia uu iska cararay haddaba waa tahay caalami aad daawanaysay sida ay wax u dhaceen sida loo soo dhaweeyey prime ministerka ethiopia madaxweynaha kenya iyo midka jibuuti iyo prime ministerka ethiopia uuna leeyahay sida caadada ahayd inuu sugo ahayd ujeedadii uu yimid aana ka tegay maxaa kaaga soo baxay meesha weliadadaa xafladii shalay ka dhacday caleemasaarka madaxda soomaalida shalay waxay ahayd maalin caleemasaarayay madaxweynaha sharafta leh maxamed cabdullahi farmaajo xafladda waxaa ka dhacay fadeexad buuq kuraastii loogu talagalay madaxda waad arkaysay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya aamina oo asal ahaan soomaaliya gadaal baa la farisiyey marka shalay sugaad xumaan nagu dhacday adduunku siduu loo haystay guddigii shalay waxaa soo diyaariyey iyo dadka shalay kasoo qayb galay fadeexad bay sameeyeen marka hadda madaxdii timid waxay lafahooda nabadgelya u baqeen marka arrin la yaabi maayo maadaama ethiopia ay dareysan tahay in hadda uu socdo guur anti ethiopian ah shalay xafladda wixii ka dhacaya waxay aan fadeexad bae taliyihii ciidanka soomaaliya gadaal baa la farisiyey hore waxaa soo fadhiistay dad iska caadi ah marka wixii shalay dhacay fadeexad bay ahay wax fadeexadaa shalay meesha ka dhacday waa tahay arrinta la leeyahay oo ra-iisul wasaaraha ethiopia wuxuu ka carooday sida dadkii hoolka joogay ay ula dhaqmeen oo isagu aan soo dhaweyn wanaagsan dadka ka helin halka madaxweynihii kenya iyo kii jibuuti
أي آدم وفق معين أنت نارك تابعي أنا وحوارك أنا ليس هو حوارك يتوبي أنت هو الكددك الصوماليين شركة بوحي وحي الموجودين إن يتوبي النعبيهين إن يتوبي ودك سوى يكسود دوشي فكان قد قرنكتا وحوال باك السلطقة التلجن سيجي سعيا قلت لي إنه نقصى ماش أغبحه مركا دولد يتوبي ودولد وحيد رأنتي انت المنطقة انها رزوزراء قوم وغرفان انت رزوزراء حبان وغرفان انا من المتقريب مش وقع على العميسان هاريك واتها المحادث ليلة هيدتكي هورك تشوري ملحوينها كينيا يوزراء يتوبيا وعكرة فردلين او متك كينيا كو اي قاد اسور دوائيين كان يتوبيا كنا عانا اسور دوائيين محي كرتها أنا وحياتها والله صعدتها حين دبارنا بإلنا سياسيين تيرنا قلع ستن إلنا مقالة النيرو وحلوطها مقالة آد دايمان مقدشان اللبات بواقعنا نيرو بواقعنا مقدشان اللبات والله صعدتها مرحلة كي وحلى سعري وفود بلوم الصوماليين وحلى سعري بدوميها أقبرية بارلمانكا دعالة لسعري وزيرك أرميها دمت الصومالي بلوم حين دبارنا هي أهولكيات لسعري ملحوظة جبوت وانين صوماليين وانين متقال لأصوالكو هلا مركبو حندر انسان اي ننك هدو سوك حيسان لها الوزارة ايتوبيا ملحوظة اسمامك الصوماليين عبد إلي وحن عميسان لها اي سفع لها وسبح لها ساعدون انتاك بندان لها مركب وانو اقادا اندفت الصوماليين مامك ايتوبيا كجرة انو صوماليين وصدر صدو سيكين لي جبوت بيسابيان أو ماشي كبت إلى قبره ما كان دكتور نعيب في القبره وقريب في قلاب عمبراي من سكة إيتوبيا أنا زاد إلى موقت وهذا هي حلية هي ملحوينة تشبوتي سي لما دا فرماتش أيا الله سيبوي أو لما كوين تام حيا هاي إسماعيل مرقل وانين أبو صوماليات وانا صغطة حلية في أدكاء دبروا صوماليات باسمورك تشبوتي باسمورك تشبوتي وكسي dad badan oo culimo ahaa oo mataqaana lagu dhigay mashruucii argagixisada passport Djibouti uu siiyay marka waa nin abaal badan Soomaalida ku leh marka waa nin la garan karo Djibouti oo wada keenay labaad marka Soomaali wargeel waxay Soomaaliyeed oo ay dhaqan dadka Soomaalida waa ku jecel marka waxa dareensaa in loo aqoonsan yahay siyaasiinta xiliga noon geeska Afrika ee Soomaalida Ismaaciil wargeel waa aabaha Soomaaliyeed ee geeska Afrika waa tahay arinta ugu dambeysa oo aan loo hadal hayo waxay tahay madaxdi halka ka hadlaysay dhamaantood midna ma jirin inuu mar xataa soo hadal qaaday madaxda maamul goboleedyada Soomaalida oo halka fadhiyay oo iyagu markii hore isu haystay kuwo la leelami kara dawladda weyn ama madaxweyne Xasan Sheekh kuwo u dhigma isu haystay xataa dawladihii ay saaxiibada ahaayeen sida Ethiopia iyo Kenya iyo midna ma jirin mar xataa soo hadal qaaday madaxdii maamul goboleedyada oo iyagu halka fadhiyay arinta maxay kula tahay ani waxay la tahay madaxweyne Farmaajo qudbadiisii uu ku soo hadal qaaday madaxweynaha wakiilka United Nations-ka Katie uu ku soo hadal qaaday maamul goboleedyada ama madaxda maamul goboleedyadu waa baarasha ay ku doonayso dawladda federaalka way nagu yihiin maanta Farmaajo waa madaxweyne shacab waa isbeddel ku yimid xafladda isaga iska lahaa isaga marti uu ahaa marka waxaan aaminsanahay inay Soomaali kala mid yihiin xagga protokoolka xagga akhlaaqda marka sharci ceeb bay lagu heed in la yiraahdo madaxweynaha Buundland madaxweynaha Jubbaland annagoo calan iyo qalab iyo hees qaran qaadayna marka arrinta ceeb bay lagu heed protokool ahaanna ma fiicnayn marka ee madaxweynayaasha maamul goboleedyada waa niman mas-uuliyiin ah qaybna ka ah brocesska nabadda waddan ka socda marka way ku mahadsan yihiin inay maanta ay u soo diyaargaroobaan in la shaqeeyo madaxweynaha cusub waa taa ugu dambeyntii marka madaxweyne Farmaajo ayaa halka ka hadlay khudbad dheer oo dhinacyo kala duwan ka hadlaysa ayuu ka hadlay marka soo koobto khudbadiisa maxaa kaaga soo baxay muxurkeeda madaxweyne Farmaajo waa nin wax badan og waa nin og mataqaanaa in wuxuu sheegay in mashruuciisa aanu ku dhammaan doonin afar sano in uu hawsha wax ka qaban doono
dabjira caalin oo jooga magaalada Helsinki ee waddanka Finland isla markaana ka faallooda arrimaha Soomaalida dowladda Finland kala tariya arrimaha Soomaalida barnaamijkeena waxaanu kaga hadlaynaa waxyaabaha waaweynaha soo kordhay xaaladda Soomaalida sida ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay iyo waxyaabihii shaahayto ka dhacay xaruntii caleen masaarka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Muqdisho aad baan ugu mahadcelinayaa caalin waa maadsantahay caalin waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa cabdifitaax shirwac oo barnaamijka loo farsameynay anigoo nabaaro inaadila socodsiinaya inta aan barnaamijka lamida ku kulmayno sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu